هلا والله فيكم بحلقة جديدة من برنامج أنت وش أنت. الحلقة السابقة استعرضنا لكم قصة شخصية، طلبنا لكم أنكم تخمنون من هي، والشخصية كانت ماريو من ألعاب سوبر ماريو المعروفة، وهذول الأشخاص اللي حزروا الإجابة الصحيحة. والآن خلونا نبدأ. ولد في سنة 1750 وعاش حياة طبيعية حتى عمر 8 سنوات. بعدها قابل شخص عرف عن نفسه أنه جارة، وتعرف على فتاة وقع في حبها، لكن في عمر 18 تم قتل الفتاة وأخذه جارة إلى المنزل اللي قتلت فيه. وبعد ما دخل المنزل هنا بدأ تظهر عليه أعراض مرض تعدد الشخصيات، وصاب بالجنون وأخذ على نفسه عهد بأنه سينتقم من قتل الفتاة. وبعدها تدرب لمدة 4 سنوات على القتل، وانضم لشركة تعمل على الاغتيالات عن طريق التعاقد، وبسرعة أصبح أفضل قاتل في العالم، وأصبح قوي جدا حتى يعمل الشركة. عشان كذا أسس فريق خاص فيه بشرط أن يكون جميع أفرادها بنفس الاسم الأخير. ها، عرفت منه الشخصية؟ إذا عرفتم اكتبوا تحت اسمه بالتعليقات وراح نطلع اسمكم في الحلقة الجاية. ويعطيكم العافية في المتابعة. كماكم فهد الشيحة، مع السلامة.